السلام عليكم شباب، وياكم علي الرحمن، ماجستير إنذار إنتاج وعمليات. اليوم إن شاء الله راح نبدي بشرح كورس جديد، هو كورس التحليل العددي باستعمال ماتلاب. أوكي شباب، هذا الكورس طبعا موجه إلى طلاب علوم رياضيات وتربية رياضيات وبعض الأقسام الفيزيائية وبعض أقسام كليات العلوم. طبعا هذا الكورس راح يركز على التحليل العددي باستعمال ماتلاب. شنو يعني؟ يعني احنا ما راح نخوض بالتحليل العددي من الجانب النظري او قراءة النظريات او غيرها، لا، حنفوت رأسا من الجانب العملي، هو تطبيقه بداخل بيئة ماتلاب، استخدام ماتلاب. حنشوف ان هذا الكورس ايش يتضمن. هذا الكورس بالضبط يتضمن هذه المفردات اللي عندنا. اول مفردة هي مقدمة واساسيات في ماتلاب. اوكي شباب، ثانيا التعامل مع المصفوفات في ماتلاب. هذه المحاضرة الأولى والثانية راح تكون بمثابة باك جراوند عن بيئة ماتلاب، كيفية استعمالها لكل الأصناف، وأي شخص يعرف هذا الشيء من ممكن يتجاوزها وينتقل للمحاضرة الثالثة اللي هي محاضرة الأخطاء، بعدها المعادلات الغير خطية ذات المتغير الواحد، بعدها حل نظم المعادلات الخطية، الطرق التكرارية لحل المعادلات، الاستيفاء وتقريب المنحنيات، التفاضل العددي والتكامل العددي. هاي المواضيع هي ضمن مواضيع التحليل العددي. اوكي شباب، احنا راح نتناولها بالماتلاب. فنبدأ ان شاء الله. بسم الله، اول محاضرة يعني هي مقدمة اساسيات ماتلاب، نشوف شو يضمن بيها. بيئة البرنامج، التبويبات، الاستعمالات. شوفوا وياكم شباب، هذا برنامج ماتلاب. برنامج ماتلاب اول ما نفتحه، طبعا بالبداية خلينا نعرف بيه. ماتلاب هو بيئة اللي هي مجرد اختبار مصفوفات، اللي هي ماتريكس لابورتوري او مختبر المصفوفات. اوكي شباب، ما راح اخوض بالايجاز التاريخي وشلون صار وشلون نجح، احنا مجرد نريد نتعلم شلون نشتغل عليه. اول قضية يحتاج تفهمها انه هذا المساحة هي الكوماند ويندو، هنا ايش تكتب راح ينفذ لك. اوكي شباب، التبويبات الاساسية اللي ظاهرة بالماتلاب هي هوم وبلوتس وابس. انا راح اركز اللي بنحتاجه بالتحليل العددي، موجوده هواي محاضرات على اليوتيوب تقدرون تراجعونها، بها اساسيات ومقدمات ماتلاب. اوكي شباب، فراح راسا افوت بالمضمون. اول شغله، اي شيء اريد اختبره واريد اكتبه اكتبه بالكوماند ويندو. مثلا اريد اسوي متغير اي يساوي لي 10، هذا قال لي اي يساوي لي 10، اقدر اقول له اي زائد 5 راح يطلع لي اياها 15. اوكي شباب، بس نتفق ان الكوماند ويندو هو مجرد نافذة لتنفيذ الاوامر. اوكي، اما ادخال اما اخراج، يعني نقدر نستعمله للوظيفتين. طبعا نيو سكريبت بعدين راح نشوف فهمها. اجي على نيو. بالماتلاب من الممكن انه اكتب بروجرام بسيط، من الممكن اكتب فانكشن لاداء وظيفة معينة، اكزامبل جاهز، كلاس وغيره. هاي ان شاء الله بالمتقدم عفونا شنو. أنا اللي يهمني الآن أدخل على السكريبت. أوكي شباب، شباب أرجع أقول إنه أني أكو محاضرات وايد ماتلاب، اللي يحب يراجعها باليوتيوب موجودة. الهدف من هذا الكورس هو تطبيق التحليل العددي باستعمال ماتلاب. أوكي، لكن هذه المحاضرة أو هذه المحاضرتين هي مجرد تعريف بالأدوات والفانكشن اللي أنا أحتاجها. أوكي شباب، أول فقرة إنه استعمال ماتلاب راح نجي نقسمه كالآتي. بالبداية الأرقام، راح نتناول الأرقام. طبيعة الماتلاب إنه هي برنامج يتعامل مع كل الأرقام بشكل طبيعي، مثل ما أنت تطرحها وتقسمها بإيدك. أنا خل أسد هذا على مود هنا نشتغل الماتلاب. مثلا كليك هو ينظف لي الكوماند ويندو حتى أشوف. أنا قلت A يساوي لي 10، اوكي اقدر اقول b يساوي لي 7. اوكي شباب، z يساوي لي a زائد b، ايش راح يعطيني؟ متغير جديد اسمه z. اوكي شباب، فاول فقره بالارقام بالنمبرز انه اني اقدر اخلي لكل رقم متغير، واقدر اسوي معادله بسيطه اربطها بمتغير معين تنطيني ناتج معين. اوكي شباب، فراح اني اتناول كل العمليات الرياضية البسيطة اللي نعرفها، عمليات الجبرية.
مثلا قلنا A زائد B، نقول A في B هيطلع لي الناتج A تقسيم B، A ناقصا B هيطلع لي الناتج. أوكي شباب، A مقسومة على B أيضا يطلع لي الناتج. هذه عمليات الأساسية اللي هي الجمع والطرح والضرب. أوكي شباب، شباب إحنا لحد الآن ما داخلين من المصفوفات، إحنا مجرد أساسيات العمليات في ماتلاب. أوكي شباب، كليك. طبعا ماتلاب بأوامر جاهزة، وإن شاء الله أنزل لكم شيت بالأوامر الجاهزة. أوكي شباب، أو تقدرون تطلعوهم من النت أو من موقع ماتوكس اللي هو خاص شركة المصدرة الماتلاب. مثلا أكتب باي بي آي حيطلع لي النسبة باي. أكو في التكنيك بسيط وجميل بالماتلاب، إنه هو يقدر ينطيني الرقم بالصيغة المختصرة وبالصيغة الطويلة. خلينا نشوف format long. أنا صار عندي خطأ، هنا أعطاني إياه. الميزة الحلوة بالماتلاب إنه هو ينطيك تعديل. شوف هسان من السرعة ما كتبت تي، أعطاني إياه format long. من أجي أكتب باي، شوفه كم رقم طلع لي هنا، شوفه وشوفه كم رقم طلع لي هنا. اوكي شباب، فجماعة التحليل العددي خاصة بالاخطاء دائما يحتاجون الفورمات لونج. فاحنا هسه نعيده فورمات شورت. اوكي شباب، راح نطيب باي حيرجع لي اياها على نفس الوضعية. هذا بالنسبة للاساسيات البسيطة الماتلاب وين بالكوماند ويندو. اوكي شباب، اجي على يمين على الورك سبيس. انا اللي يهمني دائما كمستعمل ماتلاب، احنا انا كمستعمل بسيط الماتلاب طالب عندي واجبات اريد اشرح، اريد اعبر من يمها، فما احتاج اتعمق بيه. اريد اتعمق بيه اكو دورات قوية، اكو دورات مدفوعة ثمن، اكو دورات على يوتيوب كلها موجودة. انا اللي يهمني الماتلاب شلون اسوي مشروع جديد، اعرف شنو الكوماند ويندو عرفناه. اجي العملية الثانية اعرف الورك سبيس. هاي الورك سبيس يا متغير اجري الحين طيني هنا، فيقول لي المتغير مالتك اي قيمته 10، بي قيمته 7، زد قيمته 17. اوكي شباب، هنا حلوه هاي الورك سبيس، ينطيني المتغير مالتي اسمه، وينطيني الفاليو القيمه البي، ويعطيني اقل قيمه واعلى قيمه اذا كانت ماتريكس او فيكتور. اوكي شباب، هذا بالنسبه للورك سبيس. الكوماند هيستوري هذا كلش حلو، ينطيك كل العمليات اللي انت نفذتها، تقدر ترجع عليها من هنا، تقدر تنفذها بين مده ومده. اوكي شباب، هسه اللي اريده من يمك انه انت تعرف الشغلات الاساسيه. الكوماند ويندو تقدر تكتب بيه وتعرف فيه متغيرات، الورك سبيس يقدر يصنف لك او يعرف لك هاي يفهمك هاي المتغيرات شنو هي، يعني كميرور او فد شاشه يطلع لك معلومات المتغيرات كتبتها. والكوماند هيستوري اللي هو يطلع لك الشغل اللي انت كله اشتغلته اللي جاي. اوكي طبعا شباب، هي المحاضرة راح تعبر 10 دقائق، بس انا خليها تعبر 10 دقائق على مود نطول فيديوهاتنا الاخريات حتى نتناول بها اساسيات ماتلاب. اوكي شباب، على مود المحاضرة الثانية تصير التعامل مع المصفوفات. شباب انا اللي يهمني الفقرة الثانية انه شلون اسوي سكريبت جديد. السكريبت هو انا اكتب ملف سكريبت، اكتب برنامجي وانفذه، فالناتج الكتابة وين راح يصير؟ بالسكريبت. الاخراج وين راح يصير؟ بالكوماند ويندو. شنو اللي استفاده منه انا؟ اقدر اتلاعب كيف البرنامج، اقدر ادخله كانبوت كاوتبوت وهكذا. اوكي شباب، فهسه احنا قلنا كليك ينظف الكوماند ويندو، كلير اول ينظف لي شنو؟ الورك سبيس. شوفه بعد متغيراتك حفت. بس انا شو اقول؟ اقدر اقول اي يساوي لي 10، بي يساوي لي 5، زد تساوي لي اي زائدا ب، نعرفه اي زائدا ب، و زد 1 يساوي لي اي ناقصا ب، و زد 2 يساوي لي اي مضروب في ب، و زد 3 يساوي لي اي مقسوم على ب. اوكي شباب، راح ننفذ هذا السكريبت ونشوفه. راح اقول له ران. من اقول له ران يقول لي احفظ الملف مالتك. انا ايش راح اسميه؟ مثلا numerical analysis. اوكي شباب،
بعد سيدوك حتى نقدر نراجع له. save add to bath، لأن احنا فاتحين الباث مال ماتلاب من غير مكان، هذا غير مكان. فشوف شباب، طبعا هاي تقدر تتلاعب بالكيفية شلون تخليه شلون ترجع كيفك. اوكي شباب، فنشوف هسه، نشوف وياكم انه الـ A هذا 10 عرف لي اياه، الـ B 5، الـ Z 15، الـ Z 1 5، الـ Z 2 50، الـ Z 3 2، قسم الـ A على الـ B. اوكي شباب، هاي العمليات الحسابية البسيطة اللي موجودة عندنا. هسه احد يقول عندنا عمليات اخرى؟ نعم، اقدر مثلا اقول له مثلا x يساوي لي ساين ساين المن للزت، و x1 يساوي لي كوساين للزت، وهل مجرد من الادوات شباب. مثلا خلنا ننفذ هذا نشوفه، اعطاني الx الx1. اوكي شباب، بعدنا الادوات، عندنا اداه يعني فانكشن ديسبلاي. ديسبلاي هي تظهر لي اي شيء انا اريد اظهره. مثلا ها طبعا شباب، من اريد اكتب سترينج نص، انا ناولت الارقام لان احنا قلنا كورسنا خاص بالتحليل العددي، اللي يحتاج اشياء اخرى بالماتلاب يقدر يراجعها بيوتيوب وموجوده. مثلا علي رحمن. اوكي شباب، نشوف شلون راح يطلع لنا اياها. ران، شوف طبع لك اياها، طبع لك اياها علي رحمن. اوكي شباب، وعندنا ادوات كثيره ايضا. طبعا اني من قبل سنتين تقريبا، سنه ونص، كنت اتعلم ماتلاب، كنت اسوي شيء بالنوت باد. عندك الفيكس اللي هو راوند تو زيرو يرجع الرقم، فلور يعطيك المنتصف يعني الكسر مال الرقم، الابسيوت يعطيك المطلق، الانجل يعطيك الزاويه، الريل اذا عندنا مثلا ارقام، عفوا جماعه الرياضيات، الارقام تجينا الارقام المركبه او الارقام ايماجينيشن، ارقام تخيليه بها جزء حقيقي بها جزء تخيلي، في الماتلاب يقدر يتعامل مع هذا الشيء. طبعا اللي يسال ليش هذا باللون الاخضر علامه بيرسنتج في المئويه، الماتلاب من اخلي بيرسنت واخلي وراء اي كلام اي رقم غيره يتعامل وياه كتعليق كومنت، هذا خارج عن اداء التنفيذ اداء الكود. اوكي شباب، باي قلنا نسبة باي، لوج 10 اللي هو يتعامل مع اللوغاريتم، انا جاي اقول له لوغاريتم 10 للرقم الفلاني، هندوس كليك هنشوف هذه الصيغة لوغاريتم 10 مثلا للخمسة، طلع لي 0.69. اوكي شباب، اللي يريد هذا الشيء طبعا يراسلني، يعني كل تكاد بالسكوير الجذر التربيعي. ايضا الماتلاب حلو، يعني هو يتعامل شو نسميها لغة مستوى عالي، انه يتعامل وياك يعني يعرفك شنو الوضعية. شوفون هسا شلون جاي ينطيك اياها، مثلا الجذر التربيعي للعدد 4، شوفه طاك اياها 2. اوكي شباب، ساين كوساين اي كوساين اللي هي انفيرس اللي احنا نسميها كوسيجين والسيكنت والتان وكوتان، هاي الفكتوريال ينطيك الفكتوريال للعدد اللي هو مفكوك العدد. مثلا هسه انا اذا اريد فيكتوريال العدد 5، اعتقد شوف هذا حلو ماتلاب، انه من اخطاء بالسبيلنج هو يصحح لي. اوكي شباب، ثانية 120، هاي كل شيء استفادون من يم الشيء جماعه التحليل العددي. لين سبيس ولوج سبيس هاي راح نتعرف عليها بالمصفوفات، ايضا اخذها. ماكس مين سم مين، هاي كلها بسيطه، يعني مثلا شو اللي نقول كليك، مثلا اريد اجمع الزيت اللي عندي، فاقول له سم زيت وزيت 1 وزيت 2 وزيت 3، يقول تو ماني ارجمنت. ليش قال لنا هي شيء؟ انه انا ما اقدر استخدم داله سم ومتغيرات بهالشكل هذا. اوكي شباب، راح نتعرض لها بال شو نقول عليها بالمصفوفات وشلون نتعامل وياها. مين اللي هو يعطيني المتوسط او الوسط الحسابي، sort هنا يعطيني ترتيب، يعني اذا عندي انا ارقام او مصفوفه بيكتور مصفوفه واحده يعني لاين خط من الارقام، انه هو يرتب لي اما تصاعديا او تنازليا او ترتيب طبيعي. اوكي شباب، هذا كل اللي يريد يستعمله، احنا قلنا كورس هو موجه للتحليل العددي باستعمال ماتلاب، فاحنا نتجاوز
بدايات ماتلاب. اوكي شباب، هاي هم راح نتعرف عليها بالمصفوفات. هذا اللي جاي يبدا عندنا محاضره ثانيه. طبعا شباب اسف على التاخير، بس حتى نوضح انه هذه المحاضره 15 دقيقه صارت اكثر شويه، خاصه بالمقدمه عن ماتلاب كيفيه التعامل معها. المحاضره الثانيه راح تكون التعامل مع المصفوفات اللي هي جدا مهمه، جماعه تحليل العدد وغيرهم. بعدها راح ندخل بالمحاضرات مالتنا، وارجع اكرر اللي ما يعرف اساسيات ماتلاب يقدر يدخل على اي دوره يوتيوب، يعني 10 فيديوهات، انا نشوفها 10 فيديوهات كلش كافيه انه يعرف الاساسيات اللي يحتاجها بالتحليل العددي باستعمال ماتلاب. نلتقي ان شاء الله بالمحاضره القادمه.